كنتبغي الحمولات الضيقه للصوت اوبيراتور خصو ينزل لي ديك الساعه ماشي شاف اوبيراتور خصني نجيبو من امريكان وخصني نجيب الانجينيور دو سون من انجليزي وخصني نجيب البدوي ولا الكومباس اللي خصو يمثل لي ويدوز لي قدام الكاميرا ولا غنجيب. هو اللقاء ديال اليوم كان حول هذا الواقع ديال الانتاج السينمائي بالجنوب الشرقي. كانت مساهمتي فيه هي مساهمه اولا لوضع الملامح الحقيقيه والصحيحة لهذا المشهد الذي يستدعي من أكثر من سؤال لمساءلته لمعرفة حقائق أموره وكذلك لاقتراح مجموعة المسائل ومجموعة الخطوات التي يمكن أن تساهم في تدبير جيد لهذا المجال في خلق من هذا المجال خلق منه مجال فعلا فاعل ومؤمن للازدهار ومؤمن للتنمية ومؤمن للانفتاح داخل الجهة لأن اليوم نبحث في الجهة الجديدة عن هوية ثقافية للجهة ممكن أن نبنيها من مدخل السينما كذلك أن هذه السينما يمكن أن تكون ويجب لا يمكن ما نقدرش نقول غير يمكن ولكن يجب أن تكون فعلا مواكبة لهذه الجهة كجهة جديدة ولكن كذلك هي حافظة للتراث المتنوع والغني التي تزخر بهذه الجهة نريد للسينما أن تكون فعلا هي المتحدث باسم الجهة هي المسوق لصورة الجهة هي الداعم لازدهار الجهة وهي كذلك داعي إلى الاستثمار في المجال السمعي البصري بالجهة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى هم مثلا في كفاعلين جمعويين عندنا برامج عندنا يعني مجالات ديال الاشتغال وبغينا كفاعلين جمعويين يعني نستغلوا هذا يعني المجال السينمائي من أجل معالجة هاد المواضيع علاش خدامين قبل ما نعطيك يعني نبدا على يعني البرنامج ككل الانشطه اللي فيه غادي نذكر على العمل اللي يعني التشارك اللي جمعنا ثلاثه الجمعيات من في اطار يعني شعار ديال العمل التشاركي ونردوا الاعتبار العمل الثقافي والعمل الجمعوي التطوعي هذا هو الشعار ديال هذا البرنامج هذا ومن خلال البرنامج ركزنا اساسا على التكوين الذاتي ديال الفاعلين الجمعويين ديال تنغير وركزنا على تنويع البرنامج من حيث ان البرنامج كيتكون من عده يعني مجالات من بينها مثلا السينما اللي حضرنا لها اليوم كطاوله مستديره على السينما كنا ناقشنا واحد الفيلم اللي تنتج في تنغير مناقشه من خلال الموضوع ديال المحافظه على التراث المادي ولا مادي ديال الجنوب الشرقي بصفة عامة ضمن ندوى على البيئة والعلاقات ديالها التغيرات المناخية وديال الشعوب الأصلية في العلاقة ديالها والأنظمة الوحية من أجل يعني التأقلم مع يعني التغيرات المناخية درنا اللقاء مفتوح مع الفاعلات السياسيات في تنغير يعني المنتخبات السياسية باش نعرفوا الدور ديال المرأة في السياسية في تنغير عندنا الأنشطة اللي مازال نشاط على أدوار ديال قطاع الشبيبة والرياضة والورشات في المسرح ودرنا دورة تكوينية في اللغة الأمازيغية بالنسبة للفاعلين الجمعويين يعني برنامج متنوع ومتكامل ركزنا أساسا على التكوين الذاتي وعلى تبادل ديال الخبرات وخرجنا بالتوصيات إن شاء الله راه غادي نعمل عليها نقدم من أجل تنمية الفعل الجمعوي والفعل الثقافي في تنغير والجنوب الشرقي عامة أين يسقيم الضانة الدويرة وتخا هذا السنة شيئا تمسمونين يهيرنا السينما نفديس وعلي نتغاو السيوين يشتسيان وسامر يشتسيان الجنوب الشرقي ما سيوني تسامر السينما ما يصورنا إلا شان يساروتنا شان الأفلام ييرد ماس عامر الشرقي يسولخ في إموركيس نيلان أفاد أن نوضا نسير يساروتنا ديتس الأفلام نتمازيختنا ديتس يساروتنا نشان ييردنا المجالات يضنين ولكن ناد
يعني مركز نورون غادين المراكز هاد الاستديوهات الانتاج وغنغادين نمدنا يسوري حتى السياد هاد الاسم الدنيا المتخصصين هي السينما اش ايد هادي كاينت امركيس هاد سوين من سير السينما يسمر يشديت سنت مراروتين هاد سنت تنايين نيمال افاد ان دوخت اني انسى والخف السينما يسامر الى قد دوخت مياسد دار الشباب تدروا نعري من افاد انسير انشي بوالي نتغوسي وين السينما يعري من افاد غفس افاد غفس يمين افاد غفس دغفس سين افاد غفس سورين هذا دوخت خدمن ادورنا سيريت يستقف السينما يستقف الافلام افاد النوض سيعري من درس سيس المادن الى هي يدا ذات دايب متخصصين في اطار السينما هذا تشين يتسني عريمن يغني اسبوع يسوري السينما افاد ادي دين واسد النف ينسارون ديال الفيلم ينوي السينما يسامر افاد مشي داينا كذلك انسيسن دنس التعريف المنطقه انت غير نسامر اي دمرت السير ورتنات السير الدوله ماش قد السير يعري مت ما زيرت ديكتني ينو نادي ديكتني ورتي البروفيرما ديال المتر الامازيغتني ورديك الريزيك يراندات خصي زياراندات نروح كني السينما انت ما زيرت نسمر ورات ديور الدوله ديتها على برا ديتها على برا ترى نسمر غير السير توريت ايزنو تمرت